ايه رأيك لو حد سألك ايه طعم اللون الاحمر؟ طعم اللون الاحمر، في حاجة اسمها ايه طعم اللون الاحمر؟ ما هو سؤال اهو، جاوب. في أسئلة بيبقى اسمها أسئلة غلط، يسموها logical fallacies، يعني واحد بيخدعك. هو سؤال بس مش لازم يكون ليه إجابة، لأن السؤال نفسه فيه حاجة غلط. اللون الأحمر ملوش طعم، تفاح عليها طعم بس اللون الأحمر ملوش طعم. أهو ده بالظبط السؤال اللي بنسأله، مين كان موجود قبل ربنا؟ أو مين اللي خلق ربنا؟ هو زي إيه طعم اللون الأحمر كده؟ لأنك بتسأل سؤال، ايه اللي كان موجود قبل اللي مفيش حاجة موجودة قبله؟ مين اللي خلق اللي ما بيتخلقش؟ ملهاش إجابة، السؤال نفسه فيه حاجة غلط. أقول لك تشبيه آخر، لو جيت مشيت فوق مصر كده قلت لك ايه اللي فيه موجود شمال مصر؟ تقول لي البحر الأبيض المتوسط. طب ايه اللي شماله؟ تقول لي تركيا. نفضل ماشيين شماله 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 لحد ما نوصل للقطب الشمالي. ينفع أسألك ايه اللي موجود شمال القطب الشمالي؟ مفيش حاجة موجودة شمال القطب. القطب الشمالي هو اللي بنحدد بيه الشمال، هو أول حاجة خالص في الشمال، مفيش حاجة. مش عشان سؤال يبقى لازم نجاوبه. ده نفس السؤال بتاع مين اللي خلق ربنا. أديك تشبيه تالت، لو قدامي هنا كوباية مية، كوباية المية دي اتدلقت على المفرش، وبعدين أنا حطيت إيديا بالغلط أم لبسي كمان اتبل، وبعدين جيت سلمت على واحد رحت بلت له لبسه كمان. لو سألتك مين اللي بل لبس الراجل ده تقول لي أنت يا أبونا. أقول لك طب مين اللي بلني أنا؟ تقول لي المفرش. اقول لك مين اللي بل المفرش؟ تقول لي كوبايه الميه. ينفع اسالك ايه اللي بل كوبايه الميه او ايه اللي بل الميه؟ الميه هي البدايه. هكذا احبائي، الله في صفه الوجود هو اللي يوجد، بس ما ينفعش نسال ايه اللي اوجده. هو البدايه، هو الاصل، هو الوجود. اخر تشبيه، تشبيه بسيط وفيري سمبل، لو عندك اللعبه بتاعه القطر اللي بيلعبوها الاطفال، مقطورة بيجرها مقطورة بيجرها مقطورة بيجرها مقطورة لحد ما نيجي في الأول لمقطورة اللي بتتحرك بنفسها اللي فيها الموتور بتطلع دخان دي. ينفع أسألك إيه اللي بيجرها؟ فيش حاجة بتجرها، هي الأصل. الباقي كله كل واحدة بتجر التانية، بس دي الأصل، فيش حاجة بتجرها. آخر تشبيه فعلا، لو واحد حكموا عليه بالإعدام رميا بالرصاص، ففي فعلا عسكري راح مموته. العسكري ده واخد أوردر من واحد أكبر منه، والأكبر منه واخد أوردر من الأكبر منه، الأكبر منه من الأكبر منه. ينفع أقولك الموضوع ماشي كده إلى ما لا نهاية؟ ما ينفعش أقولك إلى ما لا نهاية، لازم يكون في حد ابتدى الموضوع، لازم يكون في حد هو اللي من عنده أول واحد إدى الأوردر، وإلا ما كانش تنفذ والراجل ده مات. لازم في بداية حقيقية حتى لو كانت السلسلة طويلة، بس في بداية مفيش قبلها بداية. لازم يكون في شخص في الأول إدى للي قبله، للي بعده، للي بعده، للي بعده، لحد ما وصلت للعسكري ده. إذن يا أحبائي، لازم الكون ولازم الخليقة يكون ليها بداية، والبداية دي مفيش قبليها بداية تانية، وهي اللي تبتدي كل الأمور اللي بعديها. بس خلي بالك، لأن السؤال نفسه في حتة غلط، لأن ما ينفعش أسأل إيه طعم اللون الأحمر.